مرحبا جميلة، أهلين. كيفك؟ منيحة، يعني عم حاول أكون منيحة. سلمى مشتاقة لعثمان كتير. إيه، أنا كتير اشتقت له. حكمت ما كان بده يجي لأنه خايف يضايقكم، بس أنا أصريت عليه يجيبني لعندكم. آه خالة سلمى، تعال عندي يا روحي. كيفك اليوم يا أنا بطل؟ منيح. شوف شو في هنيك، شو يا حسرات؟ بسكليتة. من وين اجت يا ترى؟ اجت لحالها لعندك؟ لا ما انت اللي جبتيها لعندي. هي الي. امشي نروح نشوفها، واذا عرفت تسوقها رح تكون لإلك. طبعا اذا ماما بتعطيك اذن. سمحت لي. يلا. شفتي انا بعرف سوقها منيح. يا هاي كثير حلوه هالبسكليته. يلا بس تتعلم عليها شوي بتركك تسوق لحالك. شوف هون في زمور كمان لتزمر فيه. يلا اتركك. رح اتركك. اتركني. رح اتركك. ها بس انتبه. انا بصراحه جيت مشان وضعك انت وعثمان. ليش؟ لوين بدك تروحي؟ عازمير. عنا بيت بنار لي تيبي، بنص بساتين الليمون والبردقان، هادي ورايق وحواليه الشجر، والطقس بأزمير بجنن، وهونيك رح حس حالي أحسن بكتير. رايحة لحالك؟ ليش مو كلياتنا منضل لحالنا بكل مكان بكل زمان؟ حابة بعد عن هالمنطقة اللي بتذكرني بالأسى والعذاب، وعن هالفيلا اللي بتحرق لي قلبي. لهيك بدي روح. يلا بخاطرك. أنا رح روح على الفيلا لأنه دوبني بلش لحق ضب أغراضي وروح. خالتي سلمى. نعم. أنا بتشكر كثير لأنك جبتي لي هاي البسكليتة الحلوة. أنا اللي لازم أتشكرك يا روحي. ليش بقى؟ لأنه أنت كمان رجعت لي حياتي من جديد. باي حبيبي. مع السلامة. واقف. أنا رايح معكم. راح روح بشوفك بعدين.